آه صحيح، اتذكرت. امبارح بعد ما طلعت من الشركة اجاك هالظرف، وقالوا لي وصل لك يا، بس انا نسيت. ماشي. مين اللي جابه؟ ما بعرف، سكرتيرتك عطتني اياه، بعتقد بعتينه بالشحن. ماشي. خلينا نطلع على الاستراد. حاضر. ما رح نروح على الشركة، بدنا نروح على ريفا. أو أقول لك خلص بلاها، خلينا نروح على الشركة. حاضر يا بيك. قاعد لحالك؟ أنا قلت لها للسكرتيرة بس يفضى خبريني، صار لي زمان عم بستنى جوا ولهلأ ما خبرتني، فكرت إنه الاجتماع لسه ما خلص. أنت منيح؟ لا مو منيح، مو منيح أبداً. لا تقول هيك عدنان، بعرف إنك إنسان قوي وما بتضعف قدام هيك موضوع. الكلام اللي قاله هالواطي حلمي خلاني اتضايق كتير، صرت اتساءل وقول يا ترى معقولة، مع اني بعرف منيح ومتأكد انه هو عم يكسب. شو ساوي؟ بدي لاقي اي طريقة لحتى اتخلص منه. صرت شك بسمار وبابن اخي، معقول؟ لا تضايق حالك، اي واحد مكانك رح يحس نفس الشي، هذا وضع طبيعي. ما حد احسن فكر بنوب، يعني ما حدا عارف شو بدي ساوي. شو ساوي؟ على قليلي أنا ما كان لازم أحكي هالموضوع مع سمر ولا حتى أفكر فيه. والله صرت أخجل من حالي، ما عم صدق شلون نزلت لهالمستوى. طول بالك، أنت أعصابك متوترة شوي. معك حق. خدها لسمر وروحوا على شي مكان بعد عن هالجو شوي، بلكي بتهدأ أعصابك وبتروق. مشان يستغل عدم وجودنا ويجن أكتر من هيك؟ لا لا تخاف، رح يصحى ويعرف الخطأ الكبير اللي ارتكبه. أنا حكيت مع الرئيس وقال لي إنه مبلشوا بالإجراءات، وقريباً حلمي رح يتقلع من جمعية رجال الأعمال نهائياً، وقدم لي ضمانات بهالشي. قال عم بيقاطعوه بشكل غير رسمي بسبب سلوكه السيء بالسوق، يعني مو بس نحنا، حتى هن ما بدهم إياه بالجمعية. طمن بالك، صار صعب كتير على حلمي أونال يرفع راسه يا عدنان. لا تأكل هم. ما بتعرفي قديش خجلت قدام ولادي، ما كان لازم يصير هالشي ابدا، اصلا عيب انه ينحكى هالموضوع قدام الولاد. كل واحد بيعرف حاله يا عدنان، رجاء لا تفكر كتير وانسى الموضوع، انساه. لا تضايق حالك، لا انت ولا مهند ولا سمر، فكر شو بيكون صاير فيها. اكيد هلا رح تكون متضايقه كتير، اذا بتريد رجع لطبيعتك. إذا حست سمر إنك متوتر بيكون الحق معها إنه تزعل.